عزيزي سيو، ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هذه، أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطوئها الزمان. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر ألوانا وخطوطا جديدة غير التي يتعصر بها بصرنا كل يوم. الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي، هل هي كذلك في الطبيعة أم أن عيناي مريضتان؟ دايما بيتقال صدق كلام الشخص اللي على فراش الموت، لان في اللحظة دي بيشوف حجم الحياة الحقيقي وبيعرف قد ايه ان الانسان كان تافه جدا في اهتماماته وفي حياته. ولكن في الحقيقة ان المرضى النفسيين كمان بيكونوا وصلوا لقدر كبير من الذكاء والعبقرية وفهم الحياة، ولكن للأسف بيسمحوا للي فهموه ان هو يأثر عليهم ويتحكم فيهم. فالنهاردة في الحلقة دي هنتكلم عن فان جوخ، الرسام اللي اتشهر بالأجل بعد وفاته. وقبل ما تقول مين يا عم فان جوخ اللي اعرف قصته ده، ما تستعجلش، لان قصته ممكن تغير حياتك 180 درجة. فان جوخ اتولد في هولندا عام 1853 من أسرة متوسطة، وأبوه كان قسيس في كنيسة سمح ليه ان هو ينشأ في بيئة دينية. اشتغل فان جوخ من الصغر، ولكن للأسف فشل في كل الشغلانات اللي اشتغلها، وده يديك بريق أمل يا فاشل. وفي سن 16 سنة اشتغل فان جوخ مع عمه في مكان مخصص لبيع الأعمال الفنية، ومن هنا بدأت تظهر موهبة فان جوخ في الرسم وتعلقه بالفن عموما. وبعد 7 سنين قضاها في باريس في المكان ده، تم نقله إلى فرع لندن بسبب كفاءته. وهناك فان جوخ اتعرف على فتاة ونشأت بينهم علاقة عاطفية، ولكن فان جوخ انجرح وخرج من العلاقة دي محطم تماما، وده سبب له حاجة اسمها هوس ديني. وبدل ما يبيع للناس اللوح والممتلكات والأعمال الفنية، بدأ يوعظهم في الدين والتدين وقد إيه إن هم مقصرين في حق دينهم. تقرر طبعا المؤسسة طرد فان جوخ، وقصة فشل جديدة. قرر ان هو يشتغل واعظ ديني، وفعلا كرس حياته لدراسة الدين والتدين، وبدأ يوعظ الناس، وفعلا في لندن بقى مسؤول عن مجموعة من الأطفال بيوعظهم. بعد كده راح هولندا وبقى واعظ لعمال المناجم، فحس جدا بمعاناة عمال المناجم وتأثر بيهم جدا وتعلق بيهم وعاش حياتهم ومعاناتهم وهم تعلقوا بيه جدا. ولكن برضو للأسف تم طرده بسبب ان طريقته لا تنطبق مع تعاليم المسيح. فشل لفشل لفشل، فشل في كل حاجة تقريبا، ولكن من وجهة نظر الناس. له مقولة شهيرة، ولكن الدرس الوحيد الذي يجب أن نتعلمه في هذه الحياة أن نعاني دون شكوى. الكم الكبير من الفشل والإحباط والوحدة سبب له أمراض نفسية وصرع وهلاوس السمعية، وبدأ يشوف حاجات ما بتحصلش ويسمع حاجات ما بتتقالش. بعد كل الفشل ده قرر فان جوخ ان هو يسيب كل حاجة ويمسك فرشته ويمسك الورقة، وقرر ان هو يبدأ يرسم. في اخر 10 سنين بس من عمر فان جوخ رسم فيهم حوالي 800 لوحة، ولكن بمنظور فان جوخ. ودي الحاجة المميزة في لوحات فان جوخ، ان هو فعلا ابتكر خطوط والوان جديدة، وده بيبرر ان هو ما باعش ولا لوحة في حياته، ولا لوحة غير لوحة واحدة بس باعها لوحدة كانت بتحبه، يعني مش عشان هو فنان. مع ذلك كان بيرسم وكان بيعمل لوح، وكان بتاخد منه مجهود وتفكير ووقت. ايه المبرر ان انت ترسم لوح ومحدش مقتنع باللي انت بتقدمه؟ محدش مقدر ده، محدش بيطبطب عليك وبيقولك برافو، محدش بيثني عليك وبيقولك ان انت فنان عظيم. مع ذلك كان بيرسم لان هو كان مبسوط وهو بيرسم، كان مقتنع فعلا باللي بيقدمه. كانش فيه حد مقتنع بقدراته غير اخوه ثيو، عشان كده اتعلق جدا فان جوخ باخوه وبدا يرسل له رسائل كتير جدا. تم جمع كل الرسائل دي في كتاب اسمه المخلص دوما فينسنت فان جوخ. وكان له صديق اسمه بول، كان رسام برضو وكان مشهور، وكان فان جوخ بيعتبر ان هو استاذه في الرسم، وكان بيدعوه دايما ان هو يجي يعيش معاه في البيت، كان مسميه البيت الاصفر، وكان نفسه يكون البيت ده مأوى للفنانين. وفعلا بعد مرات عديدة من الطلب وافق بول ان هو يجي يعيش مع فان جوخ. في البداية مشيت الامور عادي جدا، ولكن مع الوقت بدأت الامور تتوتر بينهم بسبب طبيعة وطريقة حياة فان جوخ المختلفة تماما عن بول. وفي مرة تشاجر الاتنين على رسمة لفان جوخ،
وحصل بينهم تطور في الخناقة ووصل ان هما يمدوا ايديهم على بعض، فقرر بول ان هو يسيب فان جوخ ويمشي. ده سبب ألم كبير جدا لفان جوخ، عشان كده قطع شحمة الأذن ورسم الرسمة الشهيرة ليه وهو ودنه مقطوعة. وفي قصة تانية بتقول ان هما تشاجروا بأسلحة حادة فقام بول بقطع ودن فان جوخ، ان هما اختلقوا القصة دي عشان بول ما يتقبضش عليه. بعد كده قرر فان جوخ ان هو يدخل مصحة نفسية عشان يتعالج، وفي المصحة دي رسم أهم لوحاته، ليلة النجوم. اللوحة دي بيبان المنظر الطبيعي اللي بيبص عليه فان جوخ، ولكن من وجهة نظر فان جوخ سلسلة من الفشل، فشل في علاقاته العاطفية، فشل في علاقاته الاجتماعية مع أهله مع قرايبه مع كل الناس. له مقولة بتقول أتمنى لو يقبلوني كما أنا. تعامل مع الناس مختلف، في ناس بيتم الثناء عليهم والمدح فيهم لمجرد ان هم عملوا حاجة عادية، وفي ناس بيواجهوا بكره وبغض شديد جدا بالرغم من اللي عملوه، ممكن يكون كويس وممكن يكون عادي. والتالت نوع وهو اخطر نوع، الناس اللي بيتم تجاهلهم لا بالسلب ولا بالإيجاب، اكنهم مش موجودين. عدم الشعور بالوجود اصعب بكتير من الشعور بالقرب. فيلم الجوكر الاخير اللي بيناقش المرض النفسي، كان الجوكر بيحكي للدكتورة النفسية ان مفيش حد ملاحظ وجوده، وان هو نفسه مش متأكد اذا كان موجود ولا لا بسبب حالة التجاهل اللي بيمر بيها. ده سبب له ان هو دايما كان بيحصل له هلوسة وبيتخيل حاجات مش موجودة واشخاص مش موجودين، وكان بينشأ بينهم علاقات وهم اصلا مش موجودين. كان بيكتب دايما جملة مأساوية في كشكوله، ليت موتي يكون اكثر منطقيا من حياتي. فان جوخ ما باعش طوال حياته غير لوحة واحدة بس، قابل ان هو رسم 800 لوحة، ولكن بعد وفاته لوحاته حاليا كلها بيتم تدريسها وبتتباع بملايين الدولارات وبتعرض في افخم المتاحف اللي موجودة في العالم. 20 يوليو 1890، الساعة 11:30 صباحا، افلق فان جوخ النار على نفسه في حديقة بجوار منزله، ولكن ما ماتش في وقتها، مات بعديها بيومين وعلى فراش الموت واخوه ثيو جنبه. عزيزي ثيو، لن ينتهي البؤس ابدا، لن ينتهي البؤس ابدا. عزيزي فان جوخ، عذرا صديقي، فلست دبلوماسيا لأعرب لك عن قلقي تجاه ما يحدث وأن الواقع ما زال في المنطقة الرمادية، بل علينا أن نستسلم ونسلم أن الواقع منغمس في المنطقة السوداء. فإذا كنت تستحق الحياة فعليك أن تغير الواقع، وعليك أن تعلم الهدف الحقيقي والرسالة الحقيقية لهذه الحياة. شوفكم على خير.